شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. في مزكيت حيث لا تصمد الأسرار طويلا أمام الفضوليين، زواج عبد الحليم الابن الباكر لعبد الله بن العلالي من فتيحة ابنة مسعود الورادي لم يكن خبرا مدويا. كل الناس هناك كانوا يتوقعون تلك المصاهرة بين الرجلين اللذين يعدان من الأعيان. كان زواجا تقليديا تولى أمره الأبوان. عبد الحليم الذي يبلغ من العمر 20 عاما يساعد والده في الأشغال الفلاحية ويعده خلفه. كان هو ومنذ سنواتنا الآن من يتولى أمور العائلة حين يسافر مثلا إلى تازة أو إلى جرسيف. وقد أثبت الفتى أنه مثل أبيه، لا تنقصه الصرامة ولا الحزم. شقيقاته الثلاث كن تهابنة، ولم يكن أي من شقيقيه الأصغرين عبد الله وعبد الناصر يجرؤان على مخالفته الرأي. كان دونهما يحظى بالجلوس إلى المائدة رأسا لرأس مع والده، يتحدثان في أمور الفلاحة وفي جملتها قطيع الماعز الذي تملكه العائلة. فتيحة التي يقال إنها في 16 لم تكن تغادر منزل عائلتها إلا نادرا منذ أن بلغت 10، وكل ما يقال عن صفاتها يأتي في سياق أحاديث النسوة حين تلتقين في المناسبات المختلفة. لم يكن زواجها من عبد الحليم حالة شاذة. في مزكيتن قليلة هي قصص الحب التي خرجت إلى العلن. أعلن في القرية أن العرس سيقام بداية من يوم الخميس. يعلم الناس هناك أن العرس 3 أيام بلياليها، هو الاحتفال الكبير الذي يدعى إليه كل من في القرية إلا من كان بينه وأهل العرس عداوة ولو قدم بها العهد. في اليوم المعلوم عصرا جيء بثور سمين يقوده شقيقها العريس ومن ورائهما الأقربون وجوقة الطبالين. كان إيقاع الطبول وصداح المزامير يصل إلى المنازل الأكثر بعدا من دار بن العلالي، كانت تتناهى إلى سمع زبيدة الكفيفة زغاريد النساء، وكانت وهي في ركنها تتخيل لحظات بداية العرس. الصور التي تحتفظ بها ذاكرتها تعود إلى 30 أو 35 عاما. لم تكن قد فقدت بصرها بعد، كانت واحدة من أنشط بنات القرية. تتخيل الثور وهو يساق إلى البيدر حيث تدرس الحبوب تحت حوافر البهائم. الآن انتهت عملية الدرس وجمع المحصول وشيدت أكوام التبن وجاء موسم الأعراس. في وسط البيدر توقف عبد الله وعبد الناصر، وبينهما ظهر رأس الثور بقرنيه المنتصبين كرأسي رمح، ثم ظهر بجوارهما بوشتا الجزار الأشهر في القرية الذي يقدم خدماته لمن يقيم عرسا فيكسب منها دخلا إلى الدخل الذي يوفره نشاطه من بيع اللحوم قرب مقهى القرية. في يده سكين كبيرة لفها في قطعة ثوب تظهر عليها آثار دماء قديمة. وضع السكين على حافة البيدر وأخرج من كيس من ثوب يعود إلى نوع من الدقيق حبلا سرعان ما قيد به قائمتين من قوائم الثور. الطبول التي تدق والمزامير التي تصدح بلا توقف تعطي اللحظة إيقاعا خاصا. الجميع يترقب اللحظة التي سيسقط فيها الثور. يمسك بوشتا بما فضل من الحبل الذي لف على ساقي الثور، تشرئب الأعناق، وبين أجساد الشبان والرجال تظهر وجوه أطفال تبدو عليها الدهشة. التفت بوشتا وجال بنظره في وجوه المتحلقين على حافة البيدر، ابتسم، وفجأة سحب الحبل بقوة فوقع الثور على الأرض وارتفع من المكان غبار به بقية من تبن. حاول الثور النهوض، ولكن بوشتا الذي يبدو مزهوا بقدرته على إسقاطه بمفرده عجل بتقييد قائمتيه اللتين كانتا تتحركان بحثا عن أرضية. سكن الحيوان وناول أحدهم بوشتا شفرته التي تبدو قديمة ونحر الثور.
تدفق الدم فتراجع المتحلقون وسمع خوار الثور، كان الأخير له. من خلف المتحلقين على البيدر جاءت زغاريد، تتخيل زبيدة كل تلك الوقائع، تعلم أن البنات اللواتي ظلن في الداخل ترقصن على إيقاع الطبول والمزامير وتضحكن مرحا، وتضحكن ممن لا تجيد الرقص أو من حركة تقوم بها إحداهن لإضحاكهن. سمعت زبيدة الباب يفتح، كان يحدث صوتا مميزا عند احتكاكه بالأرضية الصخرية، ثم سمعت خطوا تعرفه جيدا، لم يأتي إلى جهة البيت الذي تجلس فيه. لم يكن في ذلك ما يثير لديها الاستغراب، فقد دأب شقيقها بوغالب على تفقد خم الدجاج قبل أن يدخل السكن. كثيرا ما كان يأتي يحمل بعض البيض، ولكن هذاك المساء لاحظت أنه أبطأ في الدخول. نهضت من مكانها واقتربت من النافذة الصغيرة التي تطل على الحظيرة. أصاخت السمع، لا تأتيها سوى تموجات للطبول والمزامير الآتية من منزل بالعلالي. ثم سمعت ما يشبه وقع خطى غير بعيد، توقعت أن تسمعه يناديها، توقفت الخطوات، انتابها الخوف، ثم بعد أن لاحظت أن الذي هناك لم يتحرك نادت عليه: بوغالب، بوغالب. لم يأتها رد، تقوى الخوف لديها، تلمست الطريق إلى باب السكن، مضت بكفيها إلى عارضة خشبية عمرها عمر الدار، أمسكت بها وأنزلتها في فراغ بين قطعتي حديد سميكتين ثبتتا قبل زمن بعيد بالجدار المبني من الحجر والطوب، لن يستطيع التسلل إلى البيت. كذلك طمأنت نفسها، عادت تتبع الجدار إلى الزاوية التي تلزمها معظم الوقت، تكاد تكتم أنفاسها لتسمع كل حركة في الخارج مهما كانت خفيفة. تذكرت آسفة رفض شقيقها الإتيان بكلب للحراسة ينبح متى اقترب من الدار غريب. تعلم زبيدة أن شقيقها لن يكون من بين المدعوين إلى العرس. بين عائلتها وعائلة بالعلالي عداوة قديمة لا يد لها ولا لشقيقها فيها، وإنما هي مما ورثاه عن أسلافهما. كان بوغالب وتؤيده زبيدة يبرر عزوفه عن الزواج بعمل عملته له عائلة بالعلالي، لم يكن لديه تفسير آخر. في النهاية كثيرون يظنون أن الرجل وقد تخطى 50 كما يقدر هو ذلك لن يستطيع إلى الزواج سبيلا. تتذكر زبيدة حاله فتحس بغصة، كانت تود لو تزوج فيقام في منزلهم فرح، مات والدهما ثم والدتهما دون أن يقام في دارهما فرح. عادت لترهف السمع، علها ترصد حركة في الخارج، لا شيء. للحظة ساورها شك في أن تكون سمعت وقع خطوات، تلك التي حسبتها خطوات بوغالب العائد من الحقول. لم يعد يأتي من دار بالعلال إيقاع طبل أو صدح مزمار، وإنما هي زغردات متباعدة بعضها لا يكتمل. تظن زبيدة أن الليل قد أرخى ستره على مزكتين حيث عالمها الذي لا تعرف عالما سواه. لم يعودها بوغالب على التأخر إلى ما بعد المغرب، وقد فعل ذلك اليوم. ما الذي أخره؟ تتساءل ولا تجد ردا يطمئنها. قامت من ركنها وجاءت تتلمس بكفيها الطريق إلى النافذة. من الخارج يأتي هواء بارد يخبر بالمساء، كل القرية ستحضر الليلة بعد صلاة العشاء إلى دار بالعلالي، كل أهالي القرية إلا هي وبوغالب. الحكاية التي انتهت إليهما تقول إن جدهما لأبيهما تسبب في قتل جد لعبد الله بالعلالي بسبب نزاع على قطعة أرض في الحقول التي تتوارى خلف القرية. كان في القضية متابعات وسجن ودية، ولكن كل ذلك لم يمحو العداوة، وكانت عائلة بالعلالي ولا زالت فيما يبدو تحرض على مقاطعة عائلة زبيدة. بعد العشاء من بعيد تناهى إلى سمعها وقع خطى وكلام وقهقهات، تعلم أنهم إلى عرس عبد الحليم ذاهبون. لم يظهر أثر لبوغالب، تأخره يقطع عليها كل متعة،
في الإصغاء لأصداء الكمانجا والأهازيج التي تأتي من دار العرس. في ساعة ظنتها تقترب من منتصف الليل وكانت قد أخفت قليلا، أيقظها طرق بالباب. لحظتها فقط تذكرت أنها أوصدتها بالعارضة الخشبية، ليست بحاجة إلى الفانوس، تستطيع الذهاب إلى الباب. وقفت خلفها وقالت: من؟ أنا أبو غالب، افتحي. ضغطت قليلا على الدفة كما فعلت على مدى السنين الطويلة التي مضت، فسهل عليها نزع العارضة. أين كنت؟ لم تأخرت؟ تسلسلت أسئلتها دون أن تدع له متنفسا للإجابة، يدرك الرجل أنها ما تفعل إلا لشدة قلقها عليه. وضع كفه على كتفها: لا تقلقي. لم يضف كلاما آخر. عادت تسأله: أين كنت؟ أتابع من بعيد العرس. وما شأنك به؟ أعجبتني الموسيقى وجلست هناك في أسفل التلة أستمع. انتظرت أن يمضي أبعد مما قال، ولكنه لم يفعل. سمعته يوقد الفانوس، قال إنه جائع. أنا أيضا لم آكل شيئا منذ الصباح. لم يعقب، ما قالت أكبر من كل تعقيب. في كل مرة يدرك عظم أثر غيابه على حياة زبيدة. عمد إلى بضع بيضات يسلقها في آنية وضع شيئا من الزبدة، ومن قفة معلقة إلى السقف أخرج بقية من خبز، وأعد براد الشاي الذي لا غنى له عنه. لم يفكر بوغالب في الزواج كما فكر فيه تلك الليلة. قال لنفسه إن وجود زوجة له في البيت سيكفيه عبء الاعتناء بشقيقته. لن يزوجه أحد من أهل القرية، ولن يبحث هو عن زوجة من هناك، سيأتي بها من أرض بعيدة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. لن تنسى زهرة ذلك اليوم، تلك اللحظات التي لم تكن طويلة. حدث ذلك قبل 23 عاما، كانت في 13 ترافق والدتها إلى المدينة العتيقة لفاس لشراء ملابس العيد. تتشح المدينة ببهاء رمضان، العشر الأواخر منها، أجواء ينشرح لها الصدر وينال طيبها الروح. من المساجد تأتي أصوات تصدح بترتيل القرآن في صلوات التراويح. في الشارع متسوقون، كثيرة هي المحال التجارية التي لم تفتح أبوابها بعد. يعلم الناس أن النشاط التجاري لا يدب في المدينة القديمة إلا بعد أن تقضى صلوات التراويح. تمسك زهرة بذراع أمها، تمشيان على مهل لهما متسع من الوقت يمتد إلى ما قبل السحور للتجول في أزقة المدينة، حيث للتسوق طعم خاص. ولكن زهرة وهي تنزل من سيارة الأجرة التي أقلتهما إلى باب فتوح، رأت فتاة قدرت أن تكون في مثل عمرها. الشحوب الذي اعترى وجهها لم يمح جمال ملامحها. إلى شحوبها ذاك كانت ملابسها البالية تضيف ما يشي بفاقتها. التقت نظراتهما فانتاب زهرة إحساس لم تعرف مثله قط. ابتسمت الفتاة. همت زهرة بالرد بابتسامة مثلها، ولكن أمها استعجلتها الدخول إلى المدينة. انشغلت بما تعرضه الدكاكين المفتوحة من مأكولات ومن ثياب وبضائع مختلفة. أنساها كل ذلك تلك النظرة التي نفذت إلى أعماقها. جالت مع أمها عبر دروب عدة ودخلتا محلات كثيرة. وبينما هي في محل لبيع الملابس، حيث أعجبتها كسوة بها تطريز من حرير، وحين كانت أمها تفاوض التاجر حول الثمن، رأت تلك الفتاة التي كانت في باب فتوح. وجهها من تلك الوجوه التي لا تنسى بسرعة. ابتسمت لها الفتاة لما التقت نظراتهما من جديد، ثم راحت تنظر في المعروض من الثياب. تتابعها زهرة بنظرات نبعت من ذاك الإحساس الذي انتابها لما رأتها للمرة الأولى. التفتت الفتاة وهي تمسك ببذلة كتلك التي اشترتها زهرة.
سألت التاجر عن ثمنها، نظر إليها بعين فيها توجس ظاهر، قد يكون ظن وحال الفقر الذي يبدو عليها يؤكد له ظنونه أنها لن تقدر على دفع الثمن المطلوب. ركز نظراته على عينيها ونطق بالثمن. لاحظت زهرة أنه طلب ما يقرب من ضعف ما طلبه لوالدتها. وقف بالباب رجل يحمل في يده مبخرة معلقة بثلاث سلاسل من نحاس يردد أدعية. بادر التاجر إلى إخراج قطعة نقدية من درج مكتبه وعجل بدفعها له فانصرف. لم تسأل الفتاة خفضا للثمن، ولكنها ظلت ممسكة بالثوب تتأمله بينما مضى التاجر يلف في قطعة ورق القميص الذي اختارته زهرة. قبل أن تغادر المحل أخذت الثوب وقدمته إلى تلك الفتاة. أصيبت أمها بالذهول، ولكنها بادرت إلى القول إنها تتصدق به وإنها لا تريد ثوبا جديدا للعيد. أمسكت الفتاة ذات الوجه الشاحب بالثوب الجديد، ضمته إلى صدرها والتمعت عيناها فرحا. عانقت زهرة في صمت، رأت عيناها تدمعان، ودون أن تنطق بكلمة عانقت والدة زهرة. حملت الثوب ثم انصرفت. تذكر زهرة أن والدتها عاودت التفكير في الذي حدث، فاضطرت إلى شراء الثوب الذي كانت تمسك به تلك الفتاة وأعطته لزهرة. حدث ذلك قبل 23 عاما. كلما مضت زهرة إلى المدينة العتيقة للتسوق، وقد صارت الآن أما لطفلة في مثل عمرها حين حدث ذلك، إلا وتذكرت تلك الفتاة، تتصورها الآن امرأة أما مثلها. كانت زهرة البنت الوحيدة لوالدتها الباتول وأبيها الحاج الطاهر، وكلاهما ينحدران من واحدة من العائلات المعروفة في فاس. كانت مدللة في حدود ما هو مقبول، وقد حرصت أمها على أن تربيها تربية تقليدية كما تفعل عائلات كثيرات، وكذلك تعلمت الخياطة والطرز والطبخ. لم تكمل تعليمها إلى ما بعد شهادة الدروس الابتدائية. وقتها لم تكن هي متحمسة لمواصلة الدراسة، ولم يقم أبواها بتشجيعها على ذلك. وحتى زواجها من خالد الذي يتاجر في الأواني النحاسية ويملك دكانا في الصفارين، كانت تعيش حياة بها شيء لا يستهان به من الرتابة. كان إيقاع الأيام يضبط بما يتوافق مع عودة الحاج الطاهر من دكانه حيث يبيع التوابل، وذهابها أو عودتها من دار المعلمة حيث كانت تتعلم الطرز والخياطة. كان البرنامج يتغير في أيام الصيف شديدة الحرارة وفي أيام رمضان، وكانت أيام العطلة الأطول ترتبط بالعيد الكبير عيد الأضحى. لما توفي الحاج الطاهر في العام 2005، وكان العمر قد تقدم بوالدتها التي تكاثرت عللها، اكتشفت زهرة ما لم يخطر يوما ببالها. بعد مراسيم الجنازة وانصراف من كانوا يتوافدون لتقديم العزاء، وكانت والدتها تعد الوثائق التي تخص الميراث، أبلغت بأن والدها الهالك كتب لها وصية أعطاها بمقتضاها دارا في المدينة القديمة وقطعة أرضية في أحواز فاس. كان ما بلغته يدفعها إلى التساؤل عن سبب إقصائها من القسمة. كان للحاج الطاهر شقيق يصهره وكان من الوارثين. لم تستسغ زهرة إقصاءها، أبلغت زوجها بذلك، وقد شرح لها أن الوصية لا تكون إلا لغير وارث، واستنتج أنها وفق ما بلغت به ليست من ورثة الحاج الطاهر. لم يكن لدى زهرة من باب تقصده غير باب والدتها، وكذلك مضت تسألها عن سر إقصائها من الميراث. كانت المرأة في حالة مرض، حاولت أن تتفادى الإجابة، ومع أن زهرة التي تعي خطورة الوضع الصحي لأمها لم تلح في السؤال، فإن المرأة وقد انتظرت يومين أو 3 أيام دعت زهرة إلى غرفتها وأسرت لها بما ظلت تكتمه منذ 35 عاما هو عمر زهرة الآن. قالت لها إنها ليست أمها التي ولدتها. كانت كلمات صاعقة لم تقوى على سماع ما تلا ذلك الخبر الرهيب، كاد يغمى عليها. بعد أن استعادت أنفاسها
قالت لها إنها تبنتها لإنقاذها من الفقر. شرحت لها أنها ولدت لامرأة فقيرة رزقت مولودتين توأمين، وأن إحداهما هو الواقع الجديد الذي عليها أن تتعاطى معه بكثير من الصبر. صار أكثر ما يشغل بال زهرة أن تعرف أمها التي ولدتها، وأن تتعرف إلى والدها وإلى إخوتها إن كان لديها إخوة، التي ظنتها أمها ولم تعرف أما غيرها تعاني من المرض، ويفرض عليها ذلك التعجيل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة. لا يساور زهرة أدنى شك في أن الحاج البتول وحدها تعرف الحقيقة. منذ ذلك اليوم تغيرت نظرتها إلى الناس الذين كانوا يزورون بيت الحاج الطاهر، ولسبب لا تعرفه صارت تشك في أن يكون بعضهم يعرفون قصتها، صارت تتقي نظراتهم. عادت ذات يوم إلى أمها لا تستطيع أن تتصور اعتبارها غير ذلك، ترجتها كما لم تترجها من قبل أن تدلها على أمها التي ولدتها وعلى عائلتها الفقيرة تلك. تنهدت الحاجة البتول، ثم بكلمات متقطعة قالت إن المدة التي مضت على كل ذلك طويلة، وإنما ينبغي أن تعلمه أنها ليست لقيطة، وإنما هي تبنتها بكل رضا والديها. أشارت بيدها إلى صندوق في رف الدولاب، طلبت منها أن تأتيها به. مذ كانت صغيرة تعلم زهرة أن والدتها تضع في ذلك الصندوق كل ما ترغب في بقائه بعيدا عن متناول الفضوليين، هي علبة أسرارها الخاصة. لما جاءتها بالصندوق فتحتها، كانت به عدة وثائق وضعت بترتيب. في أسفل الصندوق كناش للحالة المدنية، ناولتها إياه وقالت لها أن تقرأ ما هو مدون في المعلومات الخاصة بها. اكتشفت وهي تقرأ اسم الأب أنها بنت علال بن أحمد وابنة عائشة بنت اليزيد في الاسم العائلي مهيلو. أطالت النظر إلى تلك الصفحات، ثم طوت الكناش وأعادته إلى والدتها. بعد صمت خيم على الغرفة قالت الحاجة إنما في كناش الحالة المدنية هي هويتها الكاملة. أضافت أن كل ما تتذكره أن عائلتها كانت تسكن في مولى يعقوب. عادت المرأة لتئن، ولكنها استطاعت أن تكرر أنها لم تر والدتها منذ ذلك الحين. قررت زهرة الذهاب إلى مولى يعقوب للبحث عن عائلة مهيلو وعن علال أبيها. رافقها زوجها في تلك الرحلة، وأمضي يومين في مولى يعقوب يبحثان. ثم بينما هما يمران بالقرب من الحامة رأت امرأة بدت لها في مثل عمرها، لا تدري ما الذي جعلها تطيل النظر إليها. ملامحها تذكرها بشخص تعرفه أو عرفته. لاحظت أن تلك المرأة تمعن هي الأخرى النظر إليها، ثم رأتها تقبل نحوها دون أن تناديها. ولما صارت أقرب إليها بادرتها بسؤالها إن كانت من فاس. ردت زهرة بأنها من هناك، ثم عادت تسألها: أتذكرين فتاة أعطيتها كسوة كانت أمك اشترتها لك لمناسبة العيد؟ في تلك اللحظة أدركت زهرة أنها هي نفسها تلك الفتاة شاحبة الوجه التي التقتها في باب فتوح. حدث ذلك قبل 23 عاما، وقد رأت زهرة في اللقاء بها مناسبة لتسألها عن الذين تبحث عنهم. قالت لها إنها تبحث عن رجل اسمه علال مهيلو. من؟ سألتها وكأنها لم تسمع جيدا. علال مهيلو، هل تعرفينه؟ امتقع لون المرأة، بدت وكأنها تجد صعوبة في الكلام، ثم نطقت: نعم أعرفه. وحتى تتيقن من أنه هو سألتها إن كانت تعرف زوجته عائشة بنت اليزيد. ازداد ذهول المرأة، ثم قالت وكأنها تستعجل معرفة السر الذي تحمله زهرة: نعم أعرفها، لأنها أمي ولأن علال والدي. لم تقوى زهرة على التحمل، جلست في عتبة منزل وطلب زوجها أن تسقى ماء. لما استعادت بعضا من قوتها طلبت من المرأة أن تقودها إليهما. في الطريق أبلغتها بأنها أختها التوأم، ولما بلغوا المنزل كان عليها أن تتريث
قبل أن تخبر أمها التي ولدتها بأنها مولودتها التي تركتها في فاس بسبب الفاقة. ليلتها علمت أن والدها توفي منذ سنوات وأن لها 3 إخوة وأربع أخوات. ليلتها حكت لها قصتها الكاملة، تلك التي بدأتها الحاجة البتول ولم تجد سبيلا لإتمامها. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. في حي بن صويلح في قلمة بالجزائر، لم يعد يستوقف اهتماما تجمع بضعة شبان أو يافعين وهم متحلقين يدخنون الحشيش، وأحيانا يحتسون من زجاجات خمر وهم يعلقون على حدث من الحوادث التي قد يكون شهدها حي بن صويلح أو أحياء أخرى من قلمة. ترتفع الأصوات في حجاج ولجاج، وكم مرة انتهت الأمور إلى عراك واشتباك بالأيدي. يحدث ذلك في الغالب بعد أن يرخي الليل ستره. كان بالعيد مبسوط واحدا من الذين يلتئم حولهم أولئك الشبان واليافعون، وقد صار بقوة جاذبيته تلك زعيما لهم، هم يعدونه كذلك. كان يوفر لهم الحشيش وأحيانا الخمر. بالعيد أنهى مساره الدراسي قبل 15 عاما. يحكى أنه اعتدى على مدير المدرسة فكان جزاؤه الطرد. والده الذي كان تاجر أثواب لم يتمكن من إعادته إلى فصول الدرس، بالرغم من أنه سعى إلى شفاعات متعددة من نافذين في الحي ومضى معتذرا للمدير، ولكن القرار كان نهائيا. وكذلك صار بالعيد صاحب واحدة من تلك الحلقات التي تجمع شبانا أدمن المسكرات والمخدرات بأنواعها المختلفة. كثيرا ما فجأتهم دورية للشرطة، ولكن القبض على بعض منهم لم يكن يمضي أبعد من ليلة أو بعض ليلة يقضونها في مخفر الشرطة، ثم يستأنف المسلسل من جديد ويصير ما حدث جزءا من حكايات يحكونها ولا يبلغون نهايتها البتة. وتعود الموسيقى لتعلو في الحي في صخب دون أن يجرؤ أي كان على الاحتجاج أو إبداء اعتراض ما. أقصى ما يحدث أن تنفتح نافذة من منزل قريب وأن يطل منها رأس امرأة أو رجل يطيل النظر إلى المتحلقين أسفل العمارة وينطق كلمات استنكار لا تبدو في ظاهرها موجهة إليهم، ثم تغلق النافذة بعد أن يختفي الرأس. في مجموعة بالعيد مبسوط كان هشام دغموس الذي أكمل 20 قبل أشهر الثانية في تراتبية المجموعة، وقد نال ذاك المركز بعد أن هزم ذات ليلة ساخنة قبل نحو عام ذاك الذي كان يعد الساعد الأيمن لبالعيد عزيز بن عجول. كانت معركة طاحنة لا زال يذكرها الجميع. ليلتها انسحب بن عجول وقد غطى الدم وجهه، لم يعد بعدها. الذين التقوه ولم يكونوا كثرا نقلوا إلى هشام وعيده بالانتقام، لذلك صار لا يتحرك إلا رفقة 3 أو 4 ممن يعدهم من أكثر رجاله وفاء وإخلاصا. كان يمنحهم من المخدرات بسخاء وكانوا يبدون له استعدادهم للموت دونه. مرت الأيام وانقضت أسابيع وعدة أشهر دون أن يظهر بن عجول، لقد اختفى من الحي، وكان انمحاؤه ذاك من المشهد مما يزيد دغموس غرورا، وصار لا يتراجع أمام أي كان. لا يحتاج إلى استفزاز، وإنما هي نزواته تحركه وغروره يحرضه. كثر الحديث عنه في بن صويلح، بل إن بالعيد مبسوط نفسه وهو من جعل منه ما هو عليه الآن أضحى يفكر في التخلص منها، إذ لم يعد يأمن جانبه. لقد رأى منه ما لم يجرؤ هو نفسه على فعله، ولكنه لن يستطيع الجهر بما يفكر فيه، بل إنه يعلم أن الهمس مجرد الهمس بذلك قد يؤلبه عليه، وحينئذ لن يستطيع توقع موعد ضربة منه تقضي عليه. لم يبدي هشام دغموس ما يوحي بأنه سيتراجع عن الطريق التي يمضي فيها،
بل إنه أضاف السرقة إلى ترويج المخدرات. ولم يكن بالعيد يأتي السرقة، بل إنه كان يبعد من مجموعته من يثبت أنهم يتعاطون اللصوصية للحصول على المال. وها هي المعلومات تأتيه تخبره بأن دغموس انغمس في السرقة يباشر فعلها بنفسه أو يحرض الذين يحسبون عليه للقيام بها لحسابه، ولكنه يعلم أنه لن يستطيع مواجهته، إذ الأجدى له أن يتقي شره ويبقيه بجواره حتى يسهل عليه مراقبته. فكر بالعيد في الاتصال بعزيز بن عجول. في كل الحالات فإنه كان على مدى سنوات واحدا من المجموعة بل ومن زعمائها. هزيمته في تلك الليلة التي جعلت من هشام بطلا في نظر كثيرين ما كانت لتحدث لولا إفراطه في تلك الليلة في تناول الحشيش وشرب الخمر. ولأنه لم يتقبل الهزيمة تحت لكمات من كان في نظره صبيا من صبيانه، فإنه فضل التواري عن الأنظار. قبل وقت غير طويل جاء من أخبر بالعيد بأن صاحبه القديم عزيز بن عجول استقر في منزل قريب له في حي وادي المعيز. تذكر أنه حدثه مرة عن منزل قريبه ذاك الذي يقيم في فرنسا، وقد أوكل إليه أمر تفقده من حين إلى آخر. يعلم بالعيد أنه لن يتيها في حي وادي المعيز، وأنه سوف يعثر سريعا على المنزل الذي يقيم فيه بن عجول، ولكنه لا ينبغي أن يطلع أحدا على الأمر. يومين قبل الموعد الذي حدده للذهاب للقاء به أبلغ أصحابه بأنه سيغيب بعض الوقت لقضاء أمور تخص عائلته في سوق أهراس. لم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها عن حي بن صويلح، وقد ظن كثيرون ممن يلازمونه أنه ربما مضى إلى الجهة التي يحصل منها على الحشيش. لم يكن سرا أنه من أكبر المروجين. في اليوم التالي توجه زوالا إلى حي وادي المعيز، وقد قرر أن لا يعجل بالسؤال عن بن عجول وأن يبدأ بجولة استكشافية. في مدخل الحي مر بمقهى وقد حسب أنه سيجده هناك. الوجوه التي جلست إلى إحدى ثلاث طاولات هي كل ما في المقهى الملاصق لدكان يبيع من كل شيء لم تعني له شيئا. كان يبدو غريبا عن ذلك الحي المنعزل عن قلمة، وكان يتوقع أن تكون نظرات الناس إليه نظرات بها الكثير من التساؤلات. تجاوز المقهى وهو يعلم أنهم هناك سيتحدثون عنه وعما يريده في وادي المعيز. لم يكن حيا كبيرا. مر بالطريق الرئيس الذي يعبره، كان يحاول أن يستشف ما في تلك الأزقة التي تمضي متعامدة معه. لما صار بمحاذاة المنزل الأخير المطل على الطريق قرر العودة. سيسأل عنه. يسأل من؟ أول شخص يصادفه أم يعود إلى المقهى في مدخل الحي ويسأل؟ وقد ارتأى أن يمضي إلى المقهى ربحا للوقت. وقف بالباب. الوجوه التي رآها من قبل لم تبرح تلك الطاولة. تقدم نحوهم. كانوا جميعهم ينظرون إليه مترقبين ومتوجسين أيضا، فقد يكون الغريب مخبرا أو شيئا من ذاك القبيل. سنوات الحرب الأهلية ليست بالبعيدة. بعد تحية لم تكن مفهومة بالكامل عباراتها استسمحهم بسؤال. قال أحدهم: اسأل. هل منكم من يعرف شخصا اسمه عزيز، عزيز بن عجول؟ نظر الذي أذن له بسؤال من حوله، وقد رأى بالعيد أنه لم يعرف الشخص المطلوب. أضاف أنه شاب ينحدر من حي بن صويلح، وأنه يسكن منزلا لقريب له في فرنسا. أقلت في فرنسا؟ نعم، لقد حدثني عنه فيما مضى، هو صديق لي. ابتلع ريقه ولا يحدث له ذلك حين يكون بين أصحابه حيث له القرار والأمر. قال أحدهم وكان يتوكأ على الطاولة بمرفقيه ويضع وجهه بين كفيه: نعم أنا أعرفه. التفت إليه الموجودون من حوله، تجاهلهم وأضاف أنه يعرف عزيز. هل تستطيع أن تدلني على المنزل الذي يسكن فيه؟ لا، لا أستطيع. ودون أن ينتظر سؤالا آخر من بالعيد واصل: لأنني لا أعرفك، أنا صديقه. كل ما أستطيع فعله أن أمضي إليه وأبلغه بأن صديقه. ما اسمك؟
بالعيد، إذن كل ما أستطيع فعله أن أمضي إليه وأخبره بأن صديقه بالعيد يريد اللقاء به، أليس كذلك؟ نعم، إذن انتظرني هنا. حسناً. اقتعد بالعيد كرسياً من الطاولة المجاورة، ظل صامتاً خجولاً، كان يبدو هو الذي لا يعرف الخجل. لاحظ أن الذين حول الطاولة صمتوا، وأحس بنظرات نادل تأتي من عمق المقهى، وجاء صوت يسأل: أنت من بن صويلح؟ قبل أن يجيب بحث عن الذي يسأل، لا يظهر منه إلا نصف وجهه. نعم أنا من هناك، أعرف بعض الشبان الذين يسكنون هناك. سرد عليه بضعة أسماء لم يتعرف إلى أي منها، وتوقف عند أحد تلك الأسماء وقال إنه كان رفيقه في الزنزانة لما اعتقل وتوبع بتهمة السرقة. لم يعقب أحد على كلامه، وقد التقط بالعيد سريعا الرسالة التي أراد ذاك الشاب إيصالها، ولذلك فإنه لم يزايد ولم يعلق، واكتفى بتحريك رأسه موافقا على كل ما قاله. جاء النادل يسأله إن كان يريد شرب شاي أو قهوة، اختار الشاي. اقترب منه أحدهم وهمس له بأنه بإمكانه أن يطلب زجاجة نبيذ أيضا، ابتسم ولم يرد بغير ذلك. في تلك الأثناء عاد الذي ذهب إلى عزيز بن عجول، اقترب من بالعيد وقال له إن صاحبك سيأتي بعد قليل. ظن بالعيد أن عزيز إنما أراد أن يتثبت بأنه يعرف الذي يسأل عنه. لم ينقض من الوقت أكثر من 10 دقائق لما ظهر في باب المقهى. قام بالعيد من مكانه وخطى نحوه 2 خطوات وقد فتح ذراعيه مرحبا، عانقه. كان الموجودون في المقهى يتابعون ذاك اللقاء، سلم عليهم، بدا انهم جميعهم يعرفونه وان كانوا حاولوا الانكار لما سالهم. جلس الى الطاوله 3، كان حديثهم اقرب الى الهمس. سريعا تجاوز العتاب، راى في عيني عزيز التماعا حين قال له انه جاء ليساعده على الانتقام من ذاك الذي مرغ كرامته في الوحل. اتفق على أن يأتيه به إلى مشارف وادي المعيز، لم يكن أمرا صعبا. بعد 2 اقترح بالعيد على هشام أن يرافقه للقاء بتجار مخدرات يريدون توسيع سوقهم. أكد له أنهما سيلتقيان أولئك التجار دون أن يكون معهما أي من الشبان الآخرين. وافق هشام بسرعة. كان الموعد بعد 3 أيام، وكانت الساعة المحددة للقاء 10 ليلا. كان عزيز بن عجول على علم بتلك المواعيد واستعد للقاء. سرى بالعيد وهشام إلى وادي المعيز بعد العشاء، وما أن تجاوز محطة الوقود حتى فوجئ بمجموعة من 6 أشخاص على الأقل تقطع عليهم الطريق. كان بالعيد متوقعا مثل ذلك السيناريو. مضى 3 إلى هشام وأمسكوا به ومضوا به إلى مكان يحفه الظلام، بينما وقف 3 الآخرون مكانهم. وسرعان ما اكتشف بالعيد أن ذاك الذي كان ملثما لم يكن سوى عزيز. ابتسم ابتسامة خبيثة، نظر إليه، ثم تبع الذين اقتادوا هشام. من بعد 10 أمتار كان يصله صراخه، أيقن أن عملية الانتقام قد بدأت. بعد 2 ظهر هشام في حي بن صويلح. كان بوجهه انتفاخ وآثار كدمات استحال لونها إلى الأخضر. قال إنه تعرض لحادثة سير بينما كان يقود دراجة نارية. بعد ذلك اعتزل جماعة بالعيد مبسوط، وقد عاد إليها عزيز بن عجول. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. صباح 20 يونيو من العام 10 و2000 تقدم بوهلال بن 50، وهو من أبرز مزارعي منطقة بوسالم، إلى إدارة الدرك ليبلغ عن اختفاء ابن عمه الكفيف محفوظ بن 50. قال إنه رآه في المساء في غرفته
ولكنه حين استيقظ للذهاب إلى الحقل لاحظ أن باب الغرفة كان مشرعا، وحين مضى ليستجلي الأمر اكتشف غيابه، وقد ظن أنه ذهب إلى الحمام ولكنه لم يجده هناك. ثم وهو يبحث عنه في البيت لاحظ أن الباب لم يكن مقفلا كما تركه في المساء. في المعلومات التي أدلى بها للدرك أن محفوظ من مواليد العام 85-900 وألف، وأنه كفله بعد وفاة والديه في حادثة سير، كان الولد الوحيد لعمه. ظن بهلال أنه قام بواجبه وأن على مصالح الدرك أن تقوم بواجبها وتعمل على العثور عليه وإعادته، وقد حسب أن غياب محفوظ لن يطول. ولكنه في المساء لما عاد من الحقل اكتشف أن الكفيف الشاب لم يعد. بوسالم ليست مدينة كبيرة، ولا بد أن يصادفه أحد يعرفه فيأتي به إلى البيت أو يمضي به إلى مركز الدرك وتنتهي قصة الاختفاء تلك. ولكن الأيام تتالت دون أن تحمل خبرا. تساءل كثيرون ممن هم في محيط بهلال عن السر وراء ذاك الاختفاء المفاجئ للكفيف، ومضت التعاليق في اتجاهات شتى، وقد فضل بهلال أن يتجاهلها. ثم ما لبث أن طوي النسيان موضوع اختفاء محفوظ، ولم تأتي التحريات التي قامت بها مصالح الدرك بأي نتيجة. كان بهلال يتوقع أن يتم استدعاؤه لإبلاغه خبرا يخص ابن عمه المفقود، ولكنه لم يتلقى أي اتصال ولا جاءه أحد بخبر. في المدة الأخيرة كان يقول إنه قدره، لا يضيف شيئا آخر. مرت سنتان، كانت البلاد تعيش على إيقاع ثورة الياسمين. لم يكن لدى أغلب من عرفوا محفوظ بن 50 متسع من الوقت ولا اهتمام يفردونه له ولاختفائه، وكأنهم قالوا كما قال بهلال هو ذاك قدره. ولم يكن فيما مضى لديهم ما يدفعهم إلى النبش في الأسباب التي جعلت الشاب الكفيف يغادر بيت ابن عمه ويختفي دون أن يترك أثرا. في الظاهر على الأقل كان بهلال يبدو خير كفيل لابن عمه. كانت هناك أصوات رددت همسا أن الرجل إنما كان يضمن مصالحه هو، لأن عمه الهالك خلف أراضي فلاحية هامة ولم يخلف وريثا غير محفوظ، وقد تجاهل تلك الأقاويل كما أعرض عن أصحابها. بعيدا عن بوسالم الهادئة وحقولها، في القيروان صار يلفت الانتباه عند باب المسجد الأعظم صوت شاب يرتل من القرآن ويتلو من الأمداح النبوية. يجلس الشاب عند الباب الكبير متلفعا ببرنوس أسود نال منه البلا، يعتمر طربوشا ويضع على عينيه نظارتين سوداوين. لا يبخل عليه المصلون وهم يغادرون المسجد بصدقاتهم، بل إن منهم من كان يطيل الوقوف بباب المسجد ليطيل الاستمتاع بذلك الصوت الحسن. في أغلب الأيام خلى الجمعة كان الكفيف ذو الصوت العذب يأتي إلى باب المسجد قبيل صلاة العصر ويبقى هناك إلى أن تقضى صلاة العشاء. وقد انتبه بعضهم إلى أن امرأة تأتي بعد صلاة العشاء وتقوده إلى وجهة لا يعلمها كثيرون. لم تكن مصالح الأمن لتعير اهتماما ما لحالة ذلك الكفيف الذي يستجدي الناس صدقاتهم وهم يغادرون المسجد. لم يكن مصدر تهديد لأي كان، ولذلك لم يتم التدقيق في هويته. مع ذلك فإن هناك من كان يبدي اهتماما خاصا بالرجل الشاب ذي 25 ربيعا. من بين هؤلاء رجل يواظب على الصلاة في المسجد الأعظم ينادونه الحاج حسينة. كان في 50 من العمر، أنيق الملبس ولا تغادر يده سبحته. يبدو من مظهره أنه ميسور الحال، وإن كان أغلب الناس لا يعلمون له عملا ولا يعرفون له تجارة محددة. يقال إنه أدى فريضة الحج أكثر من 6 مرات عدا زيارة الديار المقدسة معتمرا. كان أحيانا يبطئ في مغادرة باب المسجد حين كان الكفيف يتلو قصائد في مدح الرسول أو يرتل من القرآن. ثم دنا منه مرة بعد صلاة المغرب، قال له إنه يريد أن يقيم معه مشروعا، أن يسجل له شريطا للأمداح
يطبع على أقراص مدمجة ويباع. قال بنبرة ناصح إنه يرى أن ذلك سيكفيه استجداء الناس صدقاتهم في باب المسجد. كان الرجل يتوقع من الكفيف كلمات شكر وعبارات امتنان، ولكن الرد الذي جاءه كان مفاجئا، فقد طلب منه أن يمهله بعض الوقت حتى يفكر في الأمر. فهم الحاج حسين من كلام الكفيف أنه على علم أو بعض علم بميدان تجارة الأقراص المدمجة، لعل ذلك ما أجج بداخله حب استكشاف ما قد يخفيه ذاك الضرير. قال له إنه يمهله أسبوعا وإنه سيأتي إليه بعد ذلك. في اليوم التالي صار ضرير باب المسجد الأعظم مراقبا، أوكل الحاج حسين أمره إلى رجل من رجاله. يومها بعد أن قضيت صلاة العشاء وغادر المصلون، جاءت إلى الكفيف امرأة لم تكن تبدو مسنة. دون أن تقول شيئا أمسكت بساعده وقادته عبر دروب حي القصبة. كان الذي أوكل إليه أمر مراقبته يتبعهما. رأى المرأة تفتح باب أحد المنازل وتدخل وهي ممسكة بساعد الضرير. لم يكن ممكنا اقتحام الدار، ولم يكن مطلوبا منه ذلك، وقد قرر أن يستقصي أخبار المرأة من جيرانها، وكذلك انتظر خروجها تقود الكفيف ذا الصوت الحسن إلى باب المسجد، فطرق باب منزل مجاور لها. فتحت امرأة مسنة، قدم باعتذار لطيف عن إزعاجها، وقد مهد له ذلك السبيل لحديث مطول معها. علم منها أن جارتها عرفت بجلبها متسولين تستبدل الواحد منهم بعد الآخر، تختارهم من بين ذوي العاهات. قالت إنها تعجز عن معرفة السبيل الذي تسلكه في إقناعهم أو إجبارهم على التسول. كانت نهاية كل يوم تأخذ منهم ما قد يحصلون عليه. أضافت المرأة بعد أن أطلت من باب منزلها ونظرت ذات اليمين وذات الشمال أنها تظنها من الممارسين للسحر. لم يعقب الرجل على ما سمعه، شكر المرأة وانصرف دون أن يكشف لها عن مصلحته هو في استقصاء أخبار تلك التي قالت إنها مشعوذة. نقل الرجل كل تلك المعلومات إلى الحاج حسين الذي لم يخف ارتياحه. عليه الآن أن يتصرف، وقد قرر أن تكون خطوته المقبلة باتجاه تلك المرأة. ترصدها بعد صلاة عشاء، ما أن أمسكت بساعد الكفيف حتى اعترض سبيلها. السبحة التي في يده وهيئته جعلاها ترتاب. لا تخافي، قال لها. رأى الكفيف يرهف السمع وهو يرفع وجهه وكأنه يبحث عما يمكنه من تحديد هوية هذا الذي أوقفهما. ثم جاءه صوت خال أنه يعرفه. كان الصوت يقول للمرأة إن لديه معلومات تفيد بأنها تستغل هذا الكفيف. دون أي تقديم نطق الضرير: ألست الحاج؟ من؟ الحاج، ألست من جاءني قبل أيام يريد تسجيل الأمداح التي أتلو؟ سأل وظل فمه مفتوحا. يبدو أن الحاج تردد في الإجابة، بينما كانت المرأة تنظر إليه بغير قليل من الاستنكار والاستغراب. ثم التفت إليها: قلت لك إن لدي معلومات تفيد بأنك تستخدمين ذوي العاهات وتجعلينهم يتسولون وتأخذين منهم ما يحصلون عليه من صدقات. صمت قليلا وكأنه يفكر فيما سيضيفه، ثم قال: لن تستطيع نكران ذلك. حاول الكفيف التدخل، ولكنه استشعر حدة المواجهة بين الرجل والمرأة التي تأويه، فلزم الصمت. أحس بأناس يتحلقون من حولهم، ثم جاء ثلاثة من رجال الأمن، لعل أحدهم اتصل بقسم النجدة. تم الإمساك بالمرأة وبالضرير، وطلب من الحاج أن يرافقهم إلى المخفر. ليلتها لم يكن الحاج حسين يتصور أنه من حيث لا يدري وعن غير قصد كشف لغزا محيرا لكثيرين على بعد مئات الكيلومترات من القيروان هناك في بوسالم. في المخفر حين تحرير محضر الاستماع إلى الثلاثة، نطق الكفيف بما ظل يكتمه على مدى عامين. قال إن اسمه محفوظ بخمسين،
وإنه كان يعيش مع ابن عم له في بوسالم يدعى بهلال بن خمسين. حكى عن كونه الوريث الوحيد لوالده الذي مات رفقة والدته في حادثة سير، ثم كشف السر الذي لم يكن يعرفه سواه. قال إن ابن عمه ذاك هو من سلمه إلى هذه المرأة التي كانت تستغله في التسول. في ملفات تعود إلى عامين تم اكتشاف الإبلاغ عن اختفاء محفوظ، كان الذي أبلغ عنه ابن عمه الذي كان يكفله، وقد اعترف الأخير بأنه أراد بذلك التخلص منه للتصرف في تركة عمه. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. في تيبازا لاحظ حراس منزل عبد الحميد بودادة الضابط السابق في أسلاك الأمن أن شخصا صار يأتي كل يوم ويقف في مكان مقابل للمنزل الكائن في شارع جيش التحرير الوطني. لم يكن وقوفه هناك ليمر دون أن يثير الانتباه. في الغالب الأعم لا يشهد الشارع حركة كثيفة. على مدى الأيام الثلاثة الأولى التي جاء فيها ذلك الشخص الذي يبدو أنه جاء من مكان غير قريب وأنه يحيا حياة تشرد، لم يكلمه الحارس واكتفى بمراقبته دون أن يقوم بما يثير انتباهه. في اليوم الرابع جاء الرجل الذي لم يغير ملابسه على مدى كل تلك الأيام، بما يؤكد أنه غريب وربما من المتشردين. جاء ضحى وقد لمحه الحارس من قوة في الجدار في محيط الباب. يومها لم يمهله، خرج إليه. خلف الباب المفتوح ظهر كلب يلهث، جاء إليه يريد أن يسأله عن سبب وقوفه هناك، ولكنه قبل أن يصل إليه أطلق ساقيه للريح وسرعان ما ابتلعه الغطاء النباتي الذي يحف المكان. في النهاية تحقق للحارس ما يريده ألا يرى له أثرا هناك. يعمل مبارك الخطار حارسا في منزل عبد الحميد بودادة منذ 15 عاما. لم يكن ذاك السكن سوى سكن ثانوي للضابط المتقاعد بودادة الذي خلى أيام الصيف قليلا ما يأتي إلى تيبازا. في تلك المرات القليلة لم يكن يأتي بمفرده ولا معه زوجته أو أي من أبنائه، كان يأتي برفقة أناس آخرين قلما كان الحارس مبارك يراهم مرتين. في تلك المناسبات يحضر إلى ذلك المنزل فسيح الأرجاء من يتولون الطبخ وتقديم أشهى الأطباق لأولئك الضيوف، ثم تنتهي الحفلة وتطفأ الأنوار إلا ما كان في مدخل المنزل أو في تلك الغرفة الصغيرة الملاصقة لجدار الحديقة حيث يسكن مبارك، قرب الباب مأوى الكلب. يعلم مبارك الخطار أنه أقسم حين شغله الضابط بودادة ألا يفشي سرا من أسرار البيت وألا يتدخل فيما لا يعنيه. بدا على مدى السنوات التي أمضاها في الخدمة وحتى الآن وقد احترم إجمالا ما التزم به وبر إلى حد ما بقسمه، ولكنه في حالة انخراط كامل في حديث مع أحدهم من أولئك الحراس الذين في الجوار كثيرا ما باح بأمور لا يعلم بها أحد، ثم حين ينتبه إلى زلات لسانه تلك يقنع نفسه بأن ما نطق به لا يمثل سرا كاملا وإنما هو جزء من سر، ويقتنع بأن الذين سمعوه لن يستطيعوا سبيلا إلى الربط بين تلك الأخبار الصغيرة. قد يكون فعل ذلك مرات في لحظة كان يحتاج فيها إلى إثبات أهميته في حياة مشغله واعتماده عليه في أمور كثيرة. من حيث لا يدري كان ينطق لسانه ببعض الأمور التي ما ينبغي له أن يكشفها. وكذلك علم قادر حارس المنزل الملاصق لمنزل الضابط أن الضابط السابق عبد الحميد بودادة الذي يملك مقاولة في البناء ينحدر من أسرة فقيرة من سيدي الأخضر بأطراف خميس مليانة، وأنه انتقل إلى الجزائر لإتمام دراسته الثانوية
ثم التحق بأسلاك الأمن 3 سنوات بعد إعلان الاستقلال. لعل مبارك لم ينتبه يوم كشف تلك المعلومة إلى أن قادر ينحدر هو الآخر من نواحي خميس مليانة من جندل. كان الرجل يمضي لزيارة عائلته هناك 2 أو 3 كل عام، يرتبط تنقله بالأعياد الدينية. وكذلك سعى من باب الفضول وحب الاستطلاع إلى التيقن من حقيقة ما كشفه مبارك، وتمكن من الذهاب إلى سيدي الأخضر مستقصيا. الناس في المنطقة ولو على مسافات بعيدة يتعارفون، ولم يكن عصيا عليه أن يتعرف على أفراد من عائلة عبد الحميد بودادة ضابط الأمن المتقاعد. في المنزل الذي ولد به، وهو منزل متواضع، ما زال يسكن شقيقان له يصغرانه سنا، وكان ذوى أطفال كثر. وقد فوجئ وهو يستقصي خبر ذاك الذي يهابه الحارس مبارك بأن الشقيقين لا يعلمان إلا القليل عن شقيقهما. قال أحد جيرانهما لقادر إنهما لم يلتقيا عبد الحميد سوى 2 منذ أن استقر في العاصمة. حاول الاتصال به ولكنهما كانا يصطدمان في كل مرة بخبر وجوده في مهمة في الجزائر أو خارجها، ثم انتهى بهما الأمر إلى اليأس منه. لاحظ قادر أن شقيقي عبد الحميد يعيشان في فقر لا يعود فيما يبدو إلى الأمس القريب، وكان في ذلك ما يثبت لديه ما علمه من مبارك. ولأن قادر لم يرغب في أن ينهي زيارته إلى سيدي الأخضر دون أن يجعل لها أثرا، فقد تقدم من أحد شقيقي الضابط المتقاعد بودادة واسمه عبد الرزاق، ومهد للحديث معه بأن عبر له عن تأثره بما سمعه من قطيعة بين عائلة بودادة وابنها عبد الحميد، وقد لمس لدى الرجل الذي تخطى 50 تجاوبا. ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، فقد مات أبواه ولم يعلم، في كل الأحوال لم يحضر جنازتيهما، وتوفيت شقيقته الكبرى راضية ولم يعلم. كانت تلك معلومات أضافها إلى سجله الحارس قادر، الذي ظن بعد اللقاء أنه صار يحيط علما بكل ما يتعلق بذلك الضابط المتقاعد الذي يهابه الجميع هناك في تيبازا. وكذلك أبلغ قادر عبد الرزاق بأنه يعرف منزل عبد الحميد في تيبازا. قبل أن يودعه جعله يقسم بأن يحتفظ بالسر لنفسه وأن يكتم من أبلغه. على مدى الأيام التي تلت يوم هرب ذاك الرجل الذي ظهر وهو يراقب منزل الضابط عبد الحميد بودادة، ظل الحارس مبارك الخطار يقظا، ولكن الرجل لم يعد ثانية، وقد حسب أنه لن يعود بعد أن غاب كل تلك الأيام، ونسي أمره إذ اعتقد أنه ربما كان يخطط للسطو على المنزل. لم يخبر مبارك أحدا بالذي حدث، واعتبر الأمر غير ذا أهمية، وكتمه عن الضابط عبد الحميد لما جاء قبل يومين مع ضيوف له لم يسبق له أن عرفهم. قال له قادر ذات مساء إن الضابط الذي تحول إلى مقاول في البناء إنما يأتي بضيوفه إلى تيبازا ليبعدهم عن الجزائر وليبرم الصفقات بعيدا عن صخب العاصمة. لم يكترث مبارك بجد إلى ما قاله قادر. قدر الحارس أن أسابيع 3 انقضت بعد أن هرب ذاك الذي كان يتربص قبالة منزل الضابط عبد الحميد يوم رآه من جديد. عادت الشكوك تساوره فيما يريده الرجل الذي يبدو من المتسكعين. قرر أن يخرج إليه، فتح الباب وظهر له وهو ممسك بالكلب الذي كان يركز نظره وسمعه عليه. تصور أنه سيهرب كما فعل في المرة الماضية، وتوقع أن ينقض الكلب ليطارده، وتخيل في تلك الثواني التي استغرقها فتح الباب والظهور عملية مطاردة قد تخرج عن سيطرته. مع ذلك قرر التقدم نحوه. لم يتحرك الرجل من مكانه، فقد قال له وهو يقترب منه أكثر: أبعد كلبك عني وسأقول لك كل شيء. على نباح الكلب الذي يحاول التقدم نحو الرجل، كان مبارك يغالبه ثم نهره فهدأ قليلا. كان لهاثه يسمع من عدة أمتار، لسانه الذي تدلى من فمه يخبر بذلك. ما الذي تريده؟
سأل مبارك. أليس هذا منزل الضابط بودادة؟ سأل الرجل. لم يعجل مبارك بالجواب، أمعن النظر إليه، ركز على عينيه، ولما طال صمته عاود الرجل سؤاله: أليس هذا منزل الضابط عبد الحميد بودادة؟ ما الذي تريده؟ سؤاله ذا كشف رفضه الجواب. أريد عبد الحميد بودادة، قيل لي إن هذا هو منزله. ظل الحارس مبارك صامتا، الكلب يغالبه، يريد أن يتفلت من قبضته. عاد لينهره من جديد، ثم التفت إلى الرجل. لقد لاحظ أنه لا يبدو مؤذيا، ذاك كان تقديره هو. ثم عاد يسأل: من قال لك إن هذا هو منزل الضابط عبد الحميد بودادة؟ فاعل خير، لن أبوح لك باسمه. في تلك الأثناء ظهرت سيارة رباعية الدفع بيضاء بها خطوط سوداء وحمراء. بشكل مفاجئ تراجع مبارك يجر كلبه ودلف إلى الحديقة ومضى يربط الكلب في مكانه. فوجئ الرجل بتوقف تلك السيارة، ثم رأى رجلا ابيض شعره ولكنه يحتفظ باستقامة عوده ينزل من تلك الرباعية الدفع. نظر إليه نظرة خاطفة وتوجه إلى الباب. كان الحارس مبارك واقفا، سلم عليه وأبدى احتراما. من مكانه لم يسمع الرجل الحديث الذي دار بين الرجل أبيض الشعر والحارس، ولكنه سمع الأخير يبلغه بأنه ما خرج إلا لإبعاد ذلك الواقف هناك، وأشار إليه: ما الذي يريده؟ قال: إنه يريدك سيدي. دعه يأتي، نادى عليه فأسرع الخطوة إلى الباب. نظر إليه بتعال لا تخطئه عين وسأله: هل تعرفني؟ هل أنت الضابط عبد الحميد؟ نعم، ما الذي تريده؟ أنا شقيقك، أنا أخوك عبد الرزاق، لقد جئت من سيد الخضر، أريد اللقاء بك إحياء لصلة الرحم. دقق النظر إلى وجهه ولعل ملامحه ذكرته بشيء بعيد، هم بالدخول وتركه في الخارج، ولكنه عدل عن ذلك فدعاه ليدخل. كان الحارس مبارك يتابع باستغراب، يذكر جيدا تلك الليلة التي لم يكن فيها في الفيلا ضيوف غير عبد الرزاق شقيق الضابط. ليلتها وهو يسترق السمع علم الحارس الكثير عن ماضي الضابط المتقاعد، ذاك الماضي البعيد الذي خطت سطوره هناك في سيد الخضر. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. في 20 أكتوبر من العام 2011 أعلن عن القبض على العقيد معمر القذافي وقتله. تأسيساً على ذلك الحدث تم الإعلان رسمياً على نهاية حكم القذافي الذي حكم البلاد 40 عاماً. كانت ليبيا وقت ذاك غارقة في فوضى شاملة استتبعتها العمليات العسكرية التي قتلت الآلاف. كان نصر المعقود عضواً في لجنة شعبية في بنغازي، وقد أدرك سريعاً أن الذين كانوا محسوبين مثله على أجهزة النظام المنهار ستستهدفهم أعمال ذات طابع انتقامي. يظن نصري البالغ من العمر 32 عاماً أنه لم يقم إلا بواجبه وما كان موكولاً إليه، ولكنه مع قناعته تلك لا يشك في أنه إن بقي في بنغازي فسوف يناله شيء من تصفية الحساب مع زمن القذافي، ولذلك قرر الفرار واللجوء إلى مدينة لا يعرفه فيها أحد. كان متزوجا ولكن زوجته رفضت الفرار معه وفضلت البقاء قريبا من عائلتها. كانت تتناهى إليه أخبار ما حدث في بنغازي، وسمع بمقتل أشخاص كان يعرفهم ويعرفونه، ثم لم يعد يعلم الكثير عن الذي آلت إليه زوجته وعائلتها. بعد تنقل بين مدن وبلدات استقر نصر المعقود في مصراتة، دخلها وكان القتال فيها على أشده. رأى الناس يهربون منها بالعشرات بالمئات ولم يبرحها،
بيوت كثيرة نالها الدمار وأخرى صارت خالية، وكذلك اتخذ له سكنا من منزل يطل على مقبرة الغامري. كان يرى عمليات الدفن التي تتم صبحا وليلا وفي كل وقت. لم يكن يغادر ذلك المنزل، حيث كانت معلقة على الجدران صور لم يكن يشك في أنها لأفراد العائلة التي كانت تعيش هناك. ظن أنه قادر على مواجهة حياته الجديدة بكل ما يحيط بها من مصاعب وتعقيدات. مرات عدة كل يوم يستحضر وقائع كان شاهدا عليها، وأخرى كان له فيها الدور الرئيس لما كان عضوا في اللجان الشعبية. ثم سرعان ما يعود إلى واقعه الجديد، واقع ليبيا التي لم تعد جماهيرية كما سماها العقيد القذافي. ما حمله معه من مال في هروبه من بنغازي أنفق منه الكثير، وصار عليه أن يتدبر أمره للحصول على الغذاء. ما كان يعرض في الأسواق لا يفي بالحاجة، وما أن تعرض بضاعة حتى تنفذ. وكما فعل كثيرون ممن جاءت بهم حالة الفوضى التي تعم البلاد من بلدات نائية ومن مدنهم إلى مدن أخرى، صار يلجأ إلى السرقة. بعد أن نجحت محاولته الأولى من حيث لا يدري، تخطى كل الحواجز ولم يعد لديه ما يمنعه من القيام بفعل السرقة مرات عديدة. ولأنه كان يخشى الجوع، فإنه في ذلك المنزل المطل على المقبرة صار يكدس كل ما هو قابل للأكل، وكلما لاحظ نقصا فيما يدخره قام بسرقة جديدة، وكذلك كبر بداخله الخوف من الجوع. أحيانا لما يلاحظ خفوتا في صوت البنادق والمدافع وزمجرة الطائرات كان يمضي إلى عمق المدينة في الشوارع التي كانت الشرايين الكبرى والتي لا يعلم لها اسما. أطلال منازل اكتحلت نوافذها بدخان القذائف التي اخترقتها. قليلا ما كانت تبدو حياة بين تلك المباني الخريبة. المحال التجارية صارت بلا أبواب، ما ظل ملتصقا بالجدران من بقايا رفوف يذكر بماضيها. من حين إلى آخر يصادف مسلحين يمشون على الرصيف، لم تكن بنادقهم تخيفه. انتهى به المشي ذات صباح إلى ساحة اكتشف وهو يجول بها بأنها ساحة النصر. هناك التقى شابين قدر أنهما في العشرينات. بادره أحدهما بسؤال عن أحد المستشفيات، ولما أجابه بأنه لا يعرفه لأنه ليس من مصراتة، ودون أن يدع له فرصة سأله من أين أتى. لم يكن ليخفى عليه هو الذي خبر أجهزة زمن القذافي وما كان يجري في كواليس اللجان الشعبية أن وراء السؤال المفاجئ ذاك ما وراءه. ودون أن يبدو كمن يفكر في الجواب قال إنه من مزداح. نظر الرجلان إلى بعضهما البعض بما فهم منه أنهما لم يسمع بذلك الاسم من قبل. ابتسم الذي سأله وقال إنهما من الخمس. رحب بهما دون أن يبدي اهتماما بالأمر. كان الجو حارا. جلس الذي سأله بجواره وقال له إن اسمه عمر، ودون أن يسأله قال إن الذي يرافقه ابن عمه فاتح. استوقف ذاك الاسم اهتمام نصري، ولكنه سرعان ما شغل اهتمامه بما يهمه أكثر، أن يحصل على المزيد من الطعام يدخره في المنزل الذي يأوي إليه. دار بين الثلاثة حديث حول الحرب المستعرة في كل المدن، وأتى أحدهما على ذكر مقتل القذافي ونهاية زمنه. كان يحرص على أن لا يندفع في الكلام فيسقط عنه القناع الذي يتخفى من ورائه. سأله عمر عما إذا كان قد حمل السلاح ضد نظام القذافي. أجاب بالنفي، ودون أن يسأله وقد أحس بأن عليه أن يبرر عدم حمله السلاح والمشاركة في الثورة، قال إنه مصاب بمرض الصرع وإنه لا يستطيع أن يضمن التحكم في نفسه وهو حامل البندقية. أتم كلماته وابتسم في وجههما. انتبه إلى أن الرجلين لم يعودا يسألان عن المستشفى. لاحظ أن لا أحد منهما يعاني سقما فيما هو ظاهر على الأقل. نهض مودعا وقد كبر في نفسه الشك من حقيقة أمرهما. يعلم أنهما كذبا لما قالا إنهما من الخمس،
كما كذب هو لما قال إنه من مزداح التي لم تطأها قدماه قط، وما نطق باسمها إلا لأنه سمعه مرة من شخص لم يعد يذكره. أمسك به الذي سأله أولا ورجاه أن يضيفهما، هم بالقول إنه لا يملك سكنا، ثم تراجع عن ذلك وبتلقائية رحب بهما. كان يريد أن يقوم بجولة في وسط المدينة، ولكنه وقد رحب بالرجلين رأى أن عليه أن يصحبهما معه إلى المنزل. كان لديه كيس من الرز في الربع الأخير من محتواه، وفي رفوف ثلاجة لا تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وضع بعض الخضر وبضعة أكياس من المعجنات كان قد سرقها قبل أيام. أدخلهما غرفة بلا نافذة وهو يقول بنبرة بها بعض من سخرية إن جيرانه يسكنون القبور ولا يبرحونها. ابتسم أحدهما بينما أطل الآخر برأسه من النافذة فرأى المقبرة. مضى نصري إلى بقية من باب خشبي وأخذ ساطورا واقتطع منه عدة أخشاب وضعها في كانون صنعه من أحجار منزل مجاور دمر نصفه وأشعل النار. يومها للمرة الأولى منذ أن رحل عن بنغازي أعد طعاما لثلاثة. كان وهو يلقي بمحتوى كيس من المعجنات يكتم أسفا لا يستطيع أن يقوله، وقبل أن ينضج كان يفكر في البحث عن كيس آخر يعوضه. ثم جاء بالقدر يحملها متكلفا ابتسامة عريضة. يومها أعد الشاي أيضا وجاء بثلاثة أكواب لا تشابه بينها. التهم الرجلان ما قدمه إليهما من المعجنات، لم يكن لديه ما يضيفه سوى قليل من الملح. لما حان وقت شرب الشاي بدا وكأنه استعاد وتيرة حياته الماضية، تلك التي يعدها طبيعية. يعلم أن الجلوس مع شرب الشاي يجعل للحديث إيقاعا خاصا وطعما متميزا، ويعلم أيضا أنه قد ينزلق ويكشف عن حقيقته وماضيه القريب في بنغازي. الآن لم يعد وحيدا، صاروا ثلاثة، لا يدري متى سيرحلان، ولا يقصي من حساباته أن يظل معه لفترة قد تطول. لوجبة العشاء أعد نصري صحنا كبيرا ملأه عدسا، تأمل فيما بقي فقدر أنه سيكفي لوجبة واحدة. بعد ثلاثة أيام أمضياها معه لم يعد في مخزون الطعام الكثير، عليه أن يعوض ما تم استهلاكه. قرر أن يقوم بجولة في المدينة علّه يقع على دكان أو تاجر يغامر بعرض بضاعته. في الآن نفسه كان يخشى أن يقوم ضيفاه في غيابه باستهلاك معجنات أو إعداد شاي. حاول أن يقنعهما بمرافقته ولكنهما أصرا على البقاء. وبينما كان يهم بالخروج سمع دوي تبادل عنيف للقصف. هي معركة جديدة بدأت في مصراتة. ظن أن القصف لن يطول وأنه سيتوقف وسيتمكن من الخروج، ولكن القصف لم يتوقف يومها واضطر إلى البقاء في البيت. تم تناول ما كان قد بقي من عدس في وجبة الظهيرة، وفي المساء اضطر إلى استهلاك علبة أخرى من المعجنات. ليلتها لم يستطيع إلى النوم سبيلا، كان هدير الطائرات يملأ السماء، وفي أماكن مختلفة من المدينة كانت تحدث انفجارات عنيفة. قال لصاحبيه إن وجود المنزل أمام المقبرة يجنبه القصف. على مدى يومين لم يستطع مغادرة المنزل، وفي اليوم الثالث بدا له أن ما في مخزون الطعام لن يكفي ليومين آخرين، بينما لا شيء يبشر بنهاية قريبة للمعركة الجديدة. عليه أن يتخلص من ضيفيه. قال لهما إنه لم يعد لديه ما يطعمهما، وإن على كل واحد أن يتدبر أمره. ثم التزم الغرفة التي كان يخفي بها ما حصل عليه من طعام. ظهر اليوم التالي اقتحم عليه الباب عمر، نظراته ترعبه، يبدو أنه عازم على شر. تقدم نحوه، أمعن فيه النظر وقال له بصوت أجش: اسمع جيدا، نحن لم ننسى استضافتك، ولذلك كنا قد قررنا أن نغض الطرف عن ماضيك. هم بالوقوف وهو يسمع تلك الكلمات، ولكن عمار وبنبرة زاجرة أمره أن يظل مكانه وأن لا يتحرك.
ولما رآه يمتثل في خنوع قال له إنه ورفيقه فاتح ذاك الذي قدمه كابن عم له يعرفان غير قليل عن ماضيه في اللجان الشعبية وما كان يقوم به في بنغازي. ضحك وأحدث صوتا غريبا، ثم لما استعاد أنفاسه قال له إنه ورفيقه سخر منه لما قال لهما إنه من مزداح، أردف أنهما أيضا من بنغازي. كان ينصت إليه وقد التصق ظهره بالجدار وخلى وجهه من كل تعبير. لا تخف، قال الصوت الأجش، أنا لن أمسك بسوء إن أنت سلمت لنا ما لديك من طعام. حسب عمار وهو يلقي بذلك العرض أن المعقود سيستجيب بلا تردد، ولكنه ظل ينظر إليه. نهر، هل ما زلت تفكر؟ نهض من مكانه ومضى إلى الخزانة التي خلف الباب وأخرج منها علبة سباغيتي وناولها عمار. لا، أريد كل ما لديك، وإلا تعلم أنه بإمكاني أن أبلغ الرجال المسلحين في الخارج أنك من أذناب النظام البائد. ثم جاءت ضحكة أخرى أكثر إزعاجا من سابقتها. ليس لديه بديل عن الاستجابة وتسليم ما ظل يدخره. في الخارج صوت المدافع والقصف لا يتوقف. حمل عمار كل ما كان هناك من طعام وخلى سبيله بعد أن أطل في الخزانة وأيقن أنها خلت من كل طعام. بعيد منتصف الليل بينما نام ضيفاه وقد أغلق عليهما باب الغرفة قرر أن يتخلص منهما. تسلل إلى الخارج، على بعد 100 متر رأى مسلحين قرب باب المقبرة. تقدم رافعا يديه، ولما اقترب منهم تقدم نحوه 2 يحملان بندقيتين رشاشتين. لم يعرف من أي تنظيم منهم، ما يهمه أن يتخلص ممن استحوذ على طعامه. قال للذي ظن أنه قائدهم إن في منزله رجلين من رجال القذافي وإنه بالإمكان القبض عليهما إذ هما نائمان. رافقه 2، لم تصمد أمام ركلاتهما باب الغرفة التي ينام فيها عمار وفاتح. دون أي سؤال اقتيدا، وما أن انصرف المسلحان واقتادا ضيفيه اللذين انقلب عليه خوفا من الجوع حتى استعاد كل ما كان عمار قد حمله إلى غرفته. وضع كل ذلك في كيس وحمله على ظهره ومضى يبحث عن سكن آخر. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. في شارع سيدي علي عزوز في زغوان بتونس لم يكن مرور وريدة ليتم دون أن يلفت الانتباه. فالسيدة وريدة النابلي وهي الآن في 45 تبدو مختلفة عن نساء البلدة. كانت ذات بنية جسمانية قوية وذات قامة عالية. ثم إنها تبدو امرأة مختلفة لأن هيئتها توحي بأنها رياضية، بل ويرجح من يتأمل قليلا بنيتها تلك أنها متخصصة في رفع الأثقال أو في رياضة من تلك الرياضات التي تتطلب القوة العضلية الكاملة. حين تمر من الشارع حيث تسكن منذ 5 أعوام فإن الجالسين على رصيف المقاهي أو الواقفين في المحلات التجارية لا يقوون على التزام الصمت، فتسمعهم يرددون تعاليق يتمازج فيها الإعجاب والتعجب والسخرية. ولكن السيدة وريدة تواصل طريقها دون أن تعير اهتماما لما يتناهى إلى سمعها من أقوالهم أو ما تلحظه من نظراتهم. في شارع سيدي علي عزوز قلة هم الذين يعرفون أن وريدة النابلي من أبناء وبنات زغوان. الذين يعرفونها عن قرب ينادونها ببنت الحاج درويش والدها الذي كان يعمل في شركة توزيع الماء والكهرباء. لهم العذر الذين لا يعلمون، فقد اشتغلت وريدة على مدى 22 سنة في إدارة السجون. عملت حارسة في السجن المدني بالهوارب في القيروان. ولعل مهنتها تلك التي يفترض أن تكون مهنة كمهن أخرى
ساهمت بحظ وفير في إلحاق إضافات بشخصيتها وربما أيضا ببنيتها الجسمانية. الذين يعرفون أنها كانت حارسة في السجن يقيمون تلقائيا رابطا بين مهنتها والبسطة في الجسم التي لها. في النهاية لكل واحد أن يقول ما يريد ويرى ما يعده حقيقة، لا يهمها في شيء كل ذلك. لعل ما تأسف عليه وريدة صيغة التصغير هذه لا تتلائم تماما مع هيئتها وبنيتها الجسمية أنها لم تتزوج. تزداد أسفا أحيانا حين تلتقي نساء من جيلها ومعارفها ومعهن أبناؤهن وبناتهن. منذ أن عادت إلى زغوان بعد استفادتها من التقاعد المبكر تعيش وريدة وحيدة. كانت وحيدة أبويها اللذين توفيا قبل عقد أو أكثر من ذلك بقليل. من حين إلى آخر تذهب لزيارة أبناء خالة لها يسكنون في جادة الاستقلال. خلا ذلك فإنها تمضي أغلب أوقاتها في المطالعة ومشاهدة البرامج التلفزيونية، ولكنها تحرص على أن تبتدئ أيامها بتمارين رياضية قاسية أحيانا. وقد حرصت على اصطحاب بعض الآلات معها من تونس لما كانت تستعد للاستقرار في بلدتها زغوان. لم يعلم أحدنا الأسباب التي دفعت هذه المرأة إلى التخلي عن وظيفتها وطلب الإحالة على التقاعد المبكر. حتى الذين سألوها من المقربين إليها لم يتمكنوا من الحصول على جواب شاف منها، ثم مع مرور الوقت خفت وهج الفضول لديهم. هو قرارها ولا يعني أحدا أيا كان في شيء. في زغوان لا تحتاج وريدة إلى سيارة أو إلى ركوب سيارة أجرة أو حافلة. بالنسبة إليها هي التي أمضت سنوات في القيروان، فإن المدينة صغيرة ومن السهل التجول في أرجائها سيرا على الأقدام. في رابع مايو من العام 2005 توصلت وريدة ومنهم من كان يلقبها بالمرأة العملاق برسالة بالبريد المضمون. لما تسلمتها فورا انتبهت إلى أنها لا تحمل اسم أو عنوان أو ختم الجهة التي بعثت بالرسالة، ولم تكن تتوقع رسالة من أحد، ولا هي على علاقة حميمة مع أي كان. زملاؤها في السجن المدني بالهوارب انقطعت عنها أخبارهم أو كادت. دخلت غرفة تتخذها مكتبة وفتحت الرسالة. كانت مكتوبة بخط واضح سطر بمداد أزرق. ذكرتها أناقة الخط ونظافة الورقة بأيام الدراسية في الطور الابتدائي. في أعلى الصفحة التي اقتطعت من دفتر تاريخ 22 من أبريل من العام 2005. الذي كتب الرسالة انطلق مباشرة بخطاب موجه إلى وريدة. أعلم أنك ستتساءلين عمن أكون، وأعلم أنك انقطعت عن عالمك يوم كنت سجانة في سجن الهوارب. وإذا كان زملاؤك وزميلاتك قد نسوك أو تناسوك فإنني لم أنساك ولن أنساك. ودت وريدة وقد انتابتها حيرة بها قدر غير قليل من التوتر والقلق لو أن صاحب الرسالة كشف هويته. همت بالانتقال مباشرة إلى نهاية الصفحة ولكنها لم تستطع. عليها أن تقرأ الرسالة كاملة ثم تترك لنفسها فسحة للتخمين. يستهل كاتب الرسالة الفقرة الموالية قائلا: هل تعلمين لما لن أنساك كما نسيك أصحابك القدامى؟ أعرف أنك لا تعلمين، ولكن حيرتك ستزول يوم أخبرك بمن أكون، ويوم أطلعك على الأمر الذي جعلني أكتب إليك هذه الرسالة بعد كل هذه السنوات التي انقضت. لقد قررت الكتابة إليك بعد أن تثبتت من محل سكناك، وأيقنت أن رسالتي هاته وتلك التي ستأتي لاحقا ستصلك. أحست المرأة بضيق لا قبل لها به. نهضت من مكانها وأسندت ظهرها العريض إلى الجدار وهي تمسك بتلك الرسالة، تتساءل من جديد عمن يكن الذي بعث بتلك الرسالة. ثم وهي تستحضر ما جاء في الفقرة الثانية منها انتابها القلق. الذي كتب رسالة يعرفها ويعرف مقر سكناها. ما يقلقها أكثر أن تلك الرسالة لم تكن بصيغة التهديد الصريح، ولا هي رسالة ضمت عبارات الود.
كانت جافة لا تترك منفذا للتخمين. ما لا تشك فيه أنها لم تعطي عنوانها في زغوان لأي من معارفها في القيروان. هي عادت إلى البلدة التي ولدت فيها وخطت على ترابها خطواتها الأولى، لأنها لم تكن ترغب سوى في قضاء حياة هادئة. أكملت الرسالة التي تنتهي في منتصف الصفحة الثانية: لم يكن بها توقيع. عادت إلى الظرف وحاولت أن تقرأ في الختم الخاص بمركز البريد الذي انطلقت منه الرسالة. بصعوبة أكيدة استطاعت أن تقرأ اسم مدينة جديدة. لم تكن تعني لها شيئا، لا تعلم أنها ارتبطت بعلاقة ما بشخص من جديدة، ولا تجد في ذكرياتها أحدا من عائلتها يسكن هناك. طوت الورقة وأعادتها إلى الظرف، وقد اقتنعت بأن الوصول إلى مرسلها صار ضرورة الآن. ستحاول أن تعرفه بعد أن تقرأ الرسالة مرات أخرى، وقد فعلت دون أن تهتدي إلى المرسل. منذ ذاك الرابع من مايو من العام 2005 صارت تمشي في الشارع متوجسة، تعي جيدا أن مرورها يثير الفضول والانتباه، وأن الذي يريد بها سوءا لن يجد صعوبة كبرى في العثور عليها. ثم مرت الأيام دون أن يحدث أي شيء، وقد خف قلقها ومالت إلى الإطمئنان بأن تلك الرسالة لم تكن سوى مزحة ثقيلة من شخص تعرف إليها. ولكن حبل اطمئنانها ذاك كان قصيرا، فقد توصلت برسالة أخرى. قبل أن تفتحها مضت بنظرها إلى ختم البريد، كانت كسابقتها مختومة في جديدة. استهلت الرسالة بالقول: الآن سأختصر لك المسافة، اعلمي أنني أنثى مثلك، ولعلك تجاهلت تلك الحقيقة في وقت مضى، واعلمي أنني أستطيع الوصول إليك في كل وقت أريده، وأنني قادرة على فعل ما قد لا يخطر لك ببال. الآن صارت الصورة أوضح لدى وريدة. إذا ما أخذت مأخذ الجد ما جاء في الرسالة الثانية، فإن التي كتبتها امرأة، وقد صارت ترجح أنها سجينة سابقة تستحضر ذكرياتها البعيدة لما كانت تزاول وظيفة السجانة في سجن الهوارب. تحاول أن تتذكر سجينة واجهتها أو تعاملت معها بما تعده هي صرامة وتصفه السجينات بالقساوة. على مدى عدة أيام هيمنت عليها الحيرة، وقررت القيام بزيارة إلى سجن الهوارب علها تعثر على أثر مكتوب يتيح لها مقارنته بالخط الذي كتبت به الرسالة. ركبت سيارة أجرة جماعية وأخذت جهة القيروان. بجانبها ركبت امرأة تضع على وجهها لثاما، لم تتبادل معها ولا مع غيرها الحديث. كان كل تفكيرها في السبل التي ستوصلها إلى من تهددها الآن. وقد استغربت أن تلك المرأة التي تضع على وجهها لثاما كانت هي الأخرى متوجهة إلى القيروان. لما وصلت في المحطة وسط زحمة المسافرين، اقتربت منها امرأة لم ترها من قبل ونادتها باسمها وريدة. التفتت وقد ظهر على محياها الخوف: نسيتني أليس كذلك؟ انتبهت إلى أن اللباس الذي ترتديه تلك المرأة هو نفسه الذي كانت ترتديه الملثمة التي سافرت معها. من أنت؟ أنا من كتبت لك الرسالتين، ألا تذكرين وجهي؟ أنا لا أعرفك، قالت بصوت مرتفع. اهدئي قليلا، لم تعودي الآن سجانة كما كنت، أنا أعلم ذلك، أنت الآن ككل النساء. أنا ليلى، كنت أمضي عقوبة بالسجن 3 أعوام، حكم علي ظلما بتهمة السرقة. أنا التي كنت تمنعين عنها الزيارات، بل وحتى الحديث إلى السجينات الأخريات. لم أفهم موقفك، الآن أريد أن أفهم. حاولت أريد أن تمسك بها، ولكنها نبهتها إلى أنها ليست وحيدة. التفتت السجانة فرأت خلفها على بعد خطوات رجلا يراقبها بنظرات حادة. تركتها وأرادت أن تمضي إلى حال سبيلها، ولكنها هوت في بالوعة نزع غطاؤها. قبل أن تبلغ القاع استيقظت من كابوس لن تنساه.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية. كل الأطفال الذين كبروا الآن وصاروا كهولاً يذكرون ذاك المنزل الخارب الذي يحتل الزاوية في أحد الدروب المتفرعة عن الشارع المعروف الآن بشارع أنفا. لم يكن أحد منهم يجرؤ على الاقتراب من ذلك البناء. نحن في أواخر خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي في حي السواني في طنجة. أغلب البيوت أكواخ من خشب وقصدير، وفي الجوار مساحات لم تكن قد بنيت بعد، يزرع أغلبها قمحا. تلك ذكريات بعيدة الآن، ولكن أحمد البقال لا يفتأ يستحضرها ويحكي منها لأبنائه. كان يسكن ذاك المنزل الخارب رجل يعيش وحيدا ينادونه بالمحضي. حين كان يسأل عن أصل هذا الاسم الذي يثير استغراب الصغار، لم يكن يجد جوابا إلا أن يقول إن ذلك الرجل كان السكان يعدونه من أولئك المجاذيب الذين يزعمون أن لهم كرامات أو أنهم يقدرون على القيام بما قد يعد من الخوارق. يكف الصغار عن سؤال أبيهم، لعلهم لم يقتنعوا، ولعلهم أمسكوا عن أسئلة أخرى مستعجلين بقية الحكاية. قال أحمد البقال إنه اضطر مرة أن يختبئ تحت رداء أمه المعروف بالحايك حينما كان في طريقهما لزيارة أقارب، ومر بالقرب من ذلك البيت الخارب الذي لم تكن لنوافذه مصاريع ولا لبابه دفة. يومها رآه للمرة الأولى فيما يذكره. كان ذا شعر شعث كثيف ولحية رمادية تدلت في غير تناسق إذ لم تشذب منذ زمن بعيد. يذكر وقد مرت سنوات بعد ذلك أن بالمحضي كان لا ينفصل عن جلباب صوفي يذكر الناظر إليه أنه كان أبيض ذات يوم. وكما خافه أحمد البقال كان يهابه الأطفال الذين يسكنون في الجوار. يشبه الغموض الذي يلف حياة بالمحضي الذي قدر بعضهم أنه كان زمنئذ في الخمسين أو الستين، ذاك الغموض الذي بقي يحيط قصة ذلك المنزل الغريب. كان البيت الوحيد المشيد من حجر. هناك من قال إن أحد المعمرين الإسبان بناه ليتخذه سكنا ثانويا. المسنون من السكان قالوا مرة إن ذلك الإسباني الذي كان يأتي إلى المنزل رفقة زوجته اختفى فجأة هو وزوجته في مستهل ستينيات القرن الماضي، وإن المنزل ظل مقفلا لسنين عديدة قبل أن يدب إليه الإهمال. ثم ظهر الذي سيصير ينادى ببالمحضي. تقول تلك الحكايات القديمة إنه بالمحضي يسكن ذلك المنزل الخارب رفقة جنية تزوجتها، وأحيانا يقولون سكنتها، وكانت مبالغات البعض تضيف إلى عجيب ما يروى عن ذلك المنزل حديثا عن أصوات غريبة كانت تسمع مرات في بطن الليل. النساء والأطفال كانوا الأكثر تصديقا لما كان يقال، وكانوا الأشد خوفا من منزل بالمحضي. لا تعرف للرجل عائلة، وقيل إنه جاء من القصر الكبير، بل وقيل أيضا إنه جاء من مراكش سيرا على الأقدام، قيل الكثير. يغادر بالمحضي البيت ضحا، في أغلب الأيام يحترم ذلك الموعد ويعود بعيد الزوال، ثم يغادر عصرا ويأتي بعد العشاء. كان يعلم حضوره من ضوء الشمع الذي يوقده لينير مثواه. كان من المجاورين له من يعطيه الطعام، يأخذه ولا يقول شيئا، ولم يكن ذلك يزعجهم. لم يكن يؤذي أحدا إلا ما كان من مظهره الذي يخيف الصغار والنساء، كانوا يتحاشونه إن ظهر صدفة في طريقهم. وكان هو يتفادى الشبان، حين يصادفهم ينظر إليهم نظرة خائف، لا يتوقف
ويدخل المنزل الخارب. كان من بين أولئك الشبان عبد القادر العماشي المعروف بالتريس، كان في 26، لم يكن قد تزوج بعد، وكانت حالته تثير استغراب الكثيرين، إذ كان الشبان يتزوجون وقتها في سن مبكرة. يقال إنه تحين ذات مرة فرصة غياب بالمحض عن سكنه فتسلل إليه. كان الوقت يقترب من المغرب، كان معه 3 من أصحابه، ظلوا بعيدا يراقبونه وهو يمضي إلى تلك المغامرة. وما أن اخترق الباب حتى سمع صراخه، أصيب أصحابه برعب شديد، تريثوا قليلا، ثم لما تكرر صراخ تريس فروا عدوا بين الأكواخ وقد ظنوه ضاع. جاءهم في الغد، عيرهم بجبنهم إذ تخلوا عنه، لم يكن بمقدورهم سوى ابتلاع لومه، ثم استدرجه أحدهم وقد هدأ قليلا إلى أن يحكي لهم الذي حدث. صمت قليلا وكأنه يستحضر تلك اللحظات التي يتصورها أصحابه عسيرة، ولعله كان يرتب أفكاره لينسج لنفسه قصة بطولة. قال إنه ما أن ابتلعه باب المنزل الخرب وجد نفسه في غرفة بابها على اليمين، كان هناك بساط على الأرض، فجأة أنيرت الغرفة، توقف يسألهم إن كانوا رأوا النور من الخارج. قال أحدهم وهو يعلم أنه يكذب إنه رآه. إذاك واصلت تريس روايته: لما أنيرت الغرفة رأيت على ذلك البساط كائنا غريبا، كانت له قوائم بقرة ورأس حصان. توقف مرة أخرى ورسم على ملامحه ما يذكر بالفزع الذي ألم به لحظتها، ثم استأنف: أردت أن أهرب ولكن ذلك الكائن أمسك بي، لست أدري كيف ولكنه أمسك بي، لا أذكر شيئا آخر غير أنني وجدت نفسي هناك خارج المنزل. في اللحظة التي فتحت فيها عيني رأيت بالمحض يدخل، نظر إلي دون كثير مبالاة ثم اختفى داخل المنزل. كانوا ينصتون إليه في صمت، ثم ألقى بقوله إن ذلك المنزل مأهول بالجن تماما كما قال كثيرون من قبل. حين أتى أحمد البقال على ذكر تلك القصة أحس بالصغار ينتابهم الخوف كما كان ينتابه هو لما كان طفلا. لم يعد من أثر لذلك المنزل، ولكنه كما الذين جايلوه لا زال يستطيع تحديد مكانه. لم يعد الحي أكواخا كما كان، بل كتل إسمنت غشيت التلة وغطتها بالكامل. في أواخر الستينيات تقدم العمر بالمحض، ولم يعد يستطيع المضي إلى حيث كان يمضي. كان حين يكون الجو مشمسا يخرج ويجلس متوكئا على جدار ذلك المنزل. كان محسنون من الجوار ومنهم مسعود الحلاق يعتنون به. كان مسعود مرة كل شهر يحمل أدواته ويحلق رأسه ويشذب لحيته، وكان أحدهم يتولى دفع أجرة الحمام فيقتاد إليه، ومنهم من كان يأتيه بملابس. وكذلك نشأت بينه وأولئك المحسنين علاقة كانت متعذرة على مدى كل السنين التي فاتت. وذات مساء بينما كان مسعود الحلاق يحلق رأسه بالموسى، وكان الوقت صيفا، التفت إليه وقال له: أريد أن أقول لك شيئا. لم يكد الحلاق مسعود يصدق ما سمعه من ذاك الذي كانوا ينادونه أيضا المجذوب. لم ينتظر منه انتباها، قال الشيخ: إنه صمت ما يكفي، وعليه أن يتكلم اليوم. توقف مسعود عن الحلاقة وفي يده الموسى، كان قد حلق ثلثي الرأس. أظن أن النهاية اقتربت، قال بالمحضي. السنوات الطويلة التي عشتها بين أهل هذا الحي كانت هامة في حياتي، ليس بي جنون، وإنما هي الضرورة دعتني إلى أن أحيا كما عرفتموني. يصغي الحلاق لبالمحضي وقد تملكه العجب، الشيخ الذي أمامه يبدو عارفا بما يريد قوله.
وضع كفه الأيسر على أم رأسه واقتطع بموساه جزءا مما تبقى من شعر في رأس الرجل الذي واصل حديثه وهو مطأطئ رأسه. أعرف أن الناس هنا تساءلوا ويتساءلون عمن أكون ومن أين أتيت. الآن حان الوقت لأقول لك ولأن تقول لهم أن أبا المحضي نطق أخيرا. اسمي عياد بن جلالي، أنا من أحواز مراكش. انتهى بي الهروب إلى طنجة بعد أن قتلت عمًا لي أراد أن يستحوذ على الأرض التي ورثتها عن والدي. نعم قتلته، وكنت أهم بدفن جثته فرآني أحد سكان القرية. لم يخامرني شك في أنه سيشي بي. جريت خلفه وكدت أدركه، أصبته بجرح في كتفه ولكنه تمكن من الإفلات. لم يكن لدي من شك في أنهم سيلحقون بي وسيقتلونني. قررت الهرب ولم أكن مستعدا له، صرت أخشى أن يفتضح أمري. لست أدري كم مر من أعوام ولكنني أعرف أنها أعوام عديدة. لما فرغ مسعود من حلاقة رأسه اعتدل الشيخ في جلسته وقال: الناس يظنون أن المنزل مأهول بالجن. كلا، إنهم كانوا يتوهمون ذلك. بعد 3 أيام لوحظ أن أبا المحضي لم يعد يخرج ليجلس بجوار باب البيت الخرب، ثم اكتشف عصرا وقد فارق الحياة. تناقل الناس حكايته كما رواها الحلاق مسعود، وكذلك رواها أحمد البقال لأطفاله. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية.